عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم حبايبي في فيديو جديد، فيديو كل سنة انتم متعودين عليه. نفتح الحصالات النهاردة، الوقفة بتاعت العيد، والحصالة دي بتاعت جنى وحصالة يحيى، وآية هتجيب الحصالة بتاعتها. هفتح الحصالات معاكم نشوف بقى هما حصلته كام، علشان لما يجوا يخرجوا كده. مش هطول الفيديو عليكم. جنى شكلها كده معاها ايه؟ هنشوف كده يا جونة. بس يا زين، بس يا زين، حاجة 200 جنيه بس يا زين. بص 200، ادي اول حاجه مع جنى 200 جنيه بس، وادي 50 و50 و50، يعني 150 و200. خد يا جون 350، وادي 50 يبقى 400. خد يا جون، شاطره شطوره يا جنى. هما بيحوشوا بقى، بصوا هما بيحوشوا علشان خاطر مثلا لما نيجي نخرج ولا اي حاجه يبقى ايه، يخرجوا من فلوسهم. عايزين يجيبوا اكل، عايزين يجيبوا اي حاجه، بسيبهم بقى براحتهم يعني. يلا الفلوس الفكه. انا كنت عايزه احط المايك صوت كده هيبقى بعيد، او انا هكون بزعق، حاسه ان انا كده هكون بزعق مش عارفه. ماما ما تخافيش، ما تخافيش، مش هياخد حاجه، ما تخافيش. انت كده في الاخر اعد لك فلوسك كلها واشوفها كام. ماشي ماشي، انت معاكي فلوس فاضيه، خليه ياخد واحده جنيه او حاجه ومش هيعمل بيها حاجه. ماشي ده مني ليك، امسك هو ورق مني ليك. هو مش عايز 20 جنيه يا جنيه. خد من الحضيض، هاتي ظبطيلي. وادي ايه جت هي كمان. احنا بنقعد نحوش، وعلى فكره انا عامله حصاله لزين، بس انا اللي بحط فيها مش هو، يعني فلوس فضيه، بس مش هفتحها الصراحه. ما شاء الله تقيله جدا، لان انا ما بحطش فيها غير فضيه بس. اي فضيه بقى تكون معايا اروح جايه راميها في الحصاله. وعيالي بقى بيعملوا الحصاله دي من امتى بقى؟ بيعملوها يعني قبل رمضان كده ب خليكي ورا الكاميرا. قبل رمضان بايه؟ بثلاث شهور، اربعه، بشهر كده يعني، بفتره مش في رمضان بس. دي حصلت مين دي؟ دي حصلت جونة. دول 400. هاتي كده، هاتي عدي انت دول وانا هعد لك دول. بسم الله ما شاء الله، جانا معاها مبلغ حلو. 200 300 400 420 430 440 450 460 470 480 490 500 اكتر مني 510 520 530 540 550 16 566 جنيه. يعني وعلى فكره الحصاله الثانيه معاكي فيها فلوس. ها؟ اه الحصاله، مش حصاله يعني، برطمان كده بتحطي فيه الفلوس اللي هي هتصرفها يعني. يبقى كده شنا معاها 566. شوفي بقى كده الشنطه بتاعتك ولا هتحطيهم فين؟ بصي هقول لك على حاجه، حطيهم هنا، حطيهم هنا. لا انا هعملهم معاك. ماشي اتفضلي. انا لسه مش هتعمل دلوقتي. هنفتح بتاعت ايه عشان هي فتحتها قبل ما تيجي. ايه فتحتها بس ما تعرفش فيها كام، صح؟ اه اتدخلي شوية يا جون. طب ما قدي بتاع ايه؟ طب اتدخلي شوية يا جون. جيلي بس. شوف الفلوس الفضية دي كده، ده انت مرتبيهم يا ايه، ازاي ما تعرفيش هما كده؟ بتهجصي عليا. لا لا انا ما عدتهمش، بس رتبت العشرات وكده. في جنيهات خلاص. هنشوف آية كمان كام. النهارده الخميس والعيد بكره الجمعة، رمضان جه ناقص يوم يعني 2023، بنوثق اللحظة. رمضان 2023 يا رب بلغولنا أعواما عديدة يا رب. الله يكتبكم واحنا كلنا مع بعض كده يا رب. كل جديد، كل وقفة واحنا بنفتح الحصة. اه 100 200 بسم الله الرحمن الرحيم 250 كده 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 455 460. وهنا اقول 4 ونص، يعني 465. اه الغطا يو حبا الغطا خدي يو يوحى. يا ترى يوحى ده صريف اصلا، هو صريف درجه اولى يعني. جنى جنى فلو كملت 200 جنيه هيبقى حلو قوي. عند 65 جنى اكتر مني. جنى انت حصلتك كانت مفتوحه ولا ايه؟ لا معرفش، بس انا اول ما عملت كده حكيت كده اتفتحت بسرعه، انما دي مش عايزه تتفتح. انا حصلت قعدت وقت ما اتفتحتش كده فتحتها ورا الكاميرا، يعني ورا الكاميرا عشان ما نضيعش وقت. جنى انا 500، انا 465 صح؟ اه جنى اكتر مني ب 100 جنيه. 100 جنيه اربعه على الارض. جنى جنى اصلا بتحوش من قبل يعني.
حاسه عشان تتعوش. انا حاسه عشان هتكون اعلى واحده. ايوه اكيد يعني. حاضر حاضر خليك تعد الفتح. استنى هيتعور يا حبيبي، مش هياخد حاجه ما تخافش. طب حاسب يا بابا مفيش مئات؟ انت لو لقيت خمسينات حلو في 200 وفي 50 وفي 100 كمان. الله منين ده؟ جالك منين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هدي 200 ما شاء الله ما شاء الله. 200 هدي 300 ده انا اقل واحده فيهم. 300 هدي 400 465 450 470 485 دول كام؟ 485 يعني 500 ل 2 جنيه. اوه برافو جنى نمبر 1 هي رقم 1. وبعدين يحيى بعد كده الخايبه دي في الاخر. انا الحمد لله ما بحوش الحمد لله خالص خالص شاطره ولا حصاله ولا اي حاجه. شاطره يا اختي مش اسف. بس ده بقى شجعوا اعملوا زيهم هم بقى في العيد بيشتروا اللعبه اللي هم عايزينها، يخرجوا بقى مكان ما هم عايزين، يعملوا اللي هم عايزينه. فلوسهم بصراحه وتعبانين فيها بقى يعني بيحرموا نفسهم، مش بيحرموا نفسهم بصراحه، بيصرفوا ولما بيكون معاهم حاجه ثانيه بزياده بيحرموا كده. فشجعوا اعملوا زيهم ولايك كبير. والسلام عليكم ورحمه الله. واحده ايه عايزه اعيد عليهم؟ طيب عيدي يا حبيبتي. كل سنه وانتم طيبين يا حبايب. ام يحيى حبايب كانت مع ام يحيى. لا ما احنا مش عارفين. لايك واشتركوا في القناه وفعلوا جرس عشان نشارككم كل جديد. لايك.